تقديرا لتميزها وحصولها على المركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة العربي للموسم السابع على مستوى الوطن العربي الذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. كرمت المدرسة الخيرية بحمص طالبتها المتميزة نعمة رجوب بحضور فعاليات رسمية وشعبية. اللغة العربية هي الجوهر الأساسي في هويتنا العربية اليوم، وهي لغة القرآن الكريم، لذلك وجب علينا أن نعتني بها أيام معتنا. فاستئناف أمتنا وجودنا الحضاري يتطلب منا إقبالا صادقا على الكتاب، وأن نستمسك بهويتنا ولا نتنازل فيها أبدا. نحن فخورين جدا نهدي هذا النجاح للوطن وقائد الوطن والسيد الأولى لرعايتها لهذا الموضوع. طبعا هذا النجاح ما كان إلا بفريق عمل متكامل من المنسق العام للمنسق المحافظة، المنسق المدرسي وإدارة المدرسي والطالبي وأهل الطالبي، بالإضافة إلى كامل فريق العمل على مستوى المحافظة. نحن السوريين قادرين نصبر على أي امتحان ونفوز، ونحن دائما متميزين بإذن الله تعالى. وأهدي هذا الفوز للسيدة رئيس الدكتور بشار الأسد وزوجته السيدة أسماء الأسد ولكل كل سوري. كان لنا الشرف فوز طالبتنا نعمة رجوب على مستوى القطر بمسابقة تحدي القراءة، ثم للمرتبة الثانية على مستوى الوطن العربي، وهذا فخر لحمص ولسوريا الحبيبة. تفوق العلم هو هدفنا في الحياة، هو رسالتنا في هذه المدرسة. بالإرادة والأمل استطاعت الطالبة نعمة رجوب تحقيق المركز الثاني في تحدي القراءة العربي، عاكسة صورة حقيقية عن طلاب سوريا المتمسكين بلغتهم الفصيحة وهويتهم العربية. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص.